هنبدا دلوقتي نقول وصفه اللازانيا بحشو السبانخ والجبنه. وصفه لطيفه وخفيفه، وعايزين تحشوها خضار بس، عايزين تشيلوا منها الاجبان، عاوزين تعملوها بلحمه بالفراخ اللي يعجب حضراتكم. لكن انا هعملها النهارده بحشو السبانخ والجبنه. عندي علبه شرايح لازانيا، نقوا نوع كويس، عايزين تسالوني في انواع كتير كويسه والله، وماركات لطيفه جدا ومش غاليه. عندي كوبايه من الموتزاريلا، عندي 2 كوبايه من السبانخ، ممكن تكون سبانخ فريش وناخدها على النار سوتيه، او تاخدوها مجمده بس نعصر ميتها. عندي نص كوبايه من الجبنه البارميزان، ودي اختياري، يحل محلها ممكن جبنه رومي لو عندنا بواقي الجبنه اللي اتفقنا عليها بنشيلها ونضربها ونحطها في الفريزر. عندي كوبايتين من الجبنه ريكوتا، ريكوتا من الاجبان الحلوه قوي اللي بتنفع مع اللازانيات، بره في ايطاليا بيستخدموها بكثره. لو هي مش موجوده نقدر نحط مكانها جبنه فيتا، نقدر نحط مكانها جبنه ثلاجه، نقدر نحط مكانها جبنه قريش، المهم ان الجبنه دي تتطعم ويبقى فيه شويه بهارات واعشاب معاها تخلي الطعم حلو جدا مع الموتزاريلا مع صوص البشاميل، هتبقى خرافه. طيب عندي ملح وفلفل وكوبايه من صلصه البيتزا، صلصه البيتزا اللي هي عباره عن البصل وفصين ثوم، طماطم معموله كونكاسيه خدتها وعملتهم مع زعتر وريحان وشوحتهم مع ثوم مفروم وخدتهم على النار وزودت عليها شويه زيت زيتون ومرشه ملح وفلفل، هي دي صلصه البيتزا اللي بنعملها للبيتزا. طيب عندي بقى صوص البيتزا، هو مكتوب كمان 2 كوبايه طماطم كونكاسيه ما خدتها سلقتها نص سلقه، و2 معلقه كبيره صلصه، ريحان، جوز الطيب، زعتر، ثوم باودر، روزماري، ملح وفلفل. طيب بالنسبه لي انا هعمل شويه صوص بشاميل، عندي شويه صوص المقادير التقليديه، اما ان انا هعمله بالزبده هعمله على النار زي ما احنا اتفقنا 3 دقيق ل 3 سمنه او زيت، يعني ماده دهنيه قد الدقيق، او واللي عليهم لتر لبن، كريمه حسب الرغبه، ملح وفلفل، جوز الطيب. لو انا عايزه اعمله ني في ني وخفيف من غير ماده دهنيه هاخده اضربه في الخلاط اللبن مع الدقيق فقط، واخده على النار ادوبه لحد ما يبقى بشاميل، احط له رشه ملح وفلفل وجوز الطيب. طيب انا دلوقتي هبدا اقول بسم الله. بالنسبه لي هعمل ايه بقى، عايزه اخد كده ايه معلقه زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، احط هنا، وعندي الطماطم، نعمل الصوص بقى اللي احنا عايزينه. الطماطم دي خدناها سلقناها ظبطناها، حط عليها الصلصة، هتبل دلوقتي بكل التوابل الحلوة اللي احنا، وهزود شوية مية، انا عايزة يبقى فيها الصوص جوسي شوية. طبعا الطماطم اما بتكون موجودة كونكاسيه بتبقى مستوية ودايبة وجميلة، عايزين تعملوا معاها فلفل رومي مشوي، يعني نعمله ازاي، ناخد الفلفل نقشر منه الجزء ونحطه مع الطماطم وبعدين نشيل ننزع القشرة بتاعته يتضرب معاه بيبقى طعمه حلو جدا. انا عايزة اعملها تبقى جوسي وفي نفس الوقت تدي صوص طعمه حلو، زود شوية كده، نقفل كده ايه بايركساية حلوة، يبقى زيت زيتون، حطيت الطماطم الكونكاسي اللي احنا قطعناها، رشة فلفل، خليني اوسع كده للملح شويه، رشه ملح، وهدي النار هنا كده كده. وبعدين عندي بقى المنكهات الحلوه اللي اتفقنا عليها، الزعتر، وعندي عايزين بقى تحط وده الريحان، بصوا بقى الحاجات اللي بتدي تطعيمه للصوص، رشه كده من البهارات، عندي روزماري كمان هحطه هنا اهو، شويه كده كم واحده روزماري، اتفقنا لو الروزماري جبته اخضر ومثلا اخد وقت عندي ويعني اغماء او جاف بقى جاف هاخده افرفته واخده احطه في برطمان جاف جدا ما فيهوش اي حاجه يحتفظ بيه، وبعدين عايزين تطحنوه طحنوه في المطحنه، هيبقى عندكم روزماري كان فريش وانتوا طحنتوه بايديكم عادي جدا، مش معنى انه نشف اني مش هستخدمه يعني. خلاص كده انا عملت الخليط بتاع الصوص، هبدا بقى اشوح السبانخ دي مع برده شويه من المكونات او هاخدها على البارد وهي هي برده. خليني اعمل البشاميل هنا الناحيه الثانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هحط صوص البشاميل، عايزين نعمله من غير
سمنه او من غير زبده براحتكم، تضربوه في الخلاط، ما تحطوش الماده الدهنيه. عايزين تعملوه تقليدي اعملوا برضو تقليدي عشان اصدقائنا اللي بيحبوا يسالوا. خليني بقى اشيل ده، يغلي غلوه بس خفيفه كده على النار. عايز الغطا و شكرا يا احمد. حط الغطا عليه بس يخلي غلوه صغننه، ونبدا بقى نجهز هنا البشاميل بتاعنا. هاخد كده ايه، اخد للواس كده او سباتولا ماشي، الزبده قد الدقيق او السمنه قد الدقيق، واحط من هنا كام معلقه. بسم الله. ثلاثة، وهنعتبر دول ثلاثة كده. بس هنا ونبدأ بقى ندوب، تدوب بس كده شوية تسخن، وهنا بدأت. تمام، الصوص خلاص غالبا هرفعه بقى من على النار. هاخد بقى كمان في بولة قبل ما تسيح شوية، اخد بوله كده هحط فيها المكونات اللي هي عباره عن السبانخ، ولازم تتعصر. كده ممكن اديها فص ثوم واشوحها على النار، مفيش مشكله خالص. وممكن اخدها سوتيه، بس انا هعمل كده، بس لازم اعصرها كويس من الميه. عشان ما يبقاش فيها سوائل، ما تنزلش في المكرونه بتاعتي سوائل دي. طبعا لو هي فريش يبقى افضل. هنقطعها وناخدها سوتيه مع فص ثوم وعلى النار رشه ملح وفلفل وجوز الطيب، تبقى تحفه كده. برضو حشوات الخضار دي جميله جدا. عايزه اقول لكم من الحاجات المشهوره قوي اللازانيا اللي بالسبانخ والريكوتا، لكن احنا نقدر برضو نعمل في البيت بالحاجات الموجوده ومتوفره عندنا عادي جدا. يعني زي ما عملنا كده، حولنا جزء للجبنه الماسكربوني اللي بتتباع، والله لو تعرفوا طعمها وحش قوي، اللي في مصر تحديدا عشان ما عليهاش نسبه بيع كبيره، مش كل الناس بتستخدمها. انا شايفه ان طعمها ما كانش عاجبني كطعم لما عملتها في تيراميسو، وغاليه جدا. فاحنا نقدر نحط البدائل زي ما اتفقنا، اللي احنا نعمل حاجه حلوه في البيت وباسعار لطيفه وبشكل افضل. هاخد كده بدا هنا البشاميل يدوب. شكرا يا احمد. هنا كده ادوبهم فيه كويس، بس اطلع ريحه الايه، الدقيق الني ده من البشاميل. هخلي دي هنا تسخن عشان احط فيها اشوح فيها السبانخ. خليني انزل باللبن هنا، هيبقى ساقع شويه، ساعة لي النار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بسم الله. البشاميل بتاع اللازانيا مش عايزاه زي بشاميل المكرونه بالبشاميل، عايزاه خفيف. ليه؟ علشان انا احط اللازانيا من غير ما اسلقها، ودي بقى الفكره اللي هنتكلم عنها دلوقتي. في ناس بتحب انها تسلق اللازانيا، في حاله لو حضرتك حابه تسلقيها هنعمل عادي ميه فيها رشه ملح وشويه زيت، معلقه زيت، هنحطها تغلي. اول ما تغلي هاخد اربع خمس شرايح من اللازانيا انزلهم بالراحه، هرفعهم بالصفايه دي. هيبقى عندي صينيه عليها شويه ميه وحوالي مثلا معلقتين كبار او ثلاثه من الزيت، فرداهم على الصينيه ميكس. هاخد الشريحه افردها، افردهم جنب بعض على الصينيه، واحط اكياس وافصل بين الجزء الثاني اللي هحطه فوقها علشان احافظ على شكل اللازانيا لو انا محتاجه اسلقها. لكن لو انا اقدر انا شايفه يعني ان دي خطوه انتوا والله في غنى عنها، تقدروا ما تعملوهاش اساسا. رشه ملح وفلفل، واخد كده ايه رشه من البهارات كمان، وفين جوز الطيب؟
مفيش منها، في منها بودره دي. اوكي رش جوز كده وندوب، وهيبدا بقى ايه عشان لبن ساقع يبدا يهدى شويه يعني ياخد منه. هبدا انا هنا اشوح تشويحه صغننه بمعلقه زيت زيتون، السبانخ معلقه صغنونه، احط معاها كده رشه زعتر، رشه ريحان، وبعدين نضيف الايه السبانخ الحلوه دي. بص بقى التشويحه بتاعت دي تطلع الايه، تدي بقى نكهه حلوه للخضار القمر ده اللي احنا هنعمله. قبل ما ندخل معاها الجبن اهو لاخر مره تاني بنزل ميه منها. تمام كده وبعدين رشة فلفل، رشة ملح خفيفة، نبدأ بقى ايه اشوحها شوية. تشويحة بس كده تاخد الطعم، طلعت الطعم لو هي فروزن، وطبعا لو هي فريش برضو نفس القصة عشان بس تدبل وتديني الشكل اللي انا عايزاه. عايزين تحطوا معاها فص توم حطوا، مش عايزين براحتكم، هي مش محتاجة. هنا البشاميل بصوا بدأ بقى يتقل، عايزين ايه ايدي فيه عشان ما يرصبش. وايه وهنا هاخد بقى دول ارجعهم في بولة حلوة واخلط معهم الجبنة ونبدأ نقفل اللازانيا اهو كده. تمام ناخد بقى بولة هاخد هنا. بصوا ادي البشاميل بدأ يتماسك، لو عندنا كريمه نحط كده. هاخد بقى ايه السبانخ دي هنا كده، وادي البشاميل شايفينه بصوا بدأ يبقى اهو كريمي نفس المعيار. عملناه تاني وبعمله كل ما ربنا بيقدرني اعمله ويتواجد معايا وفي وقت هعمله لحضراتكم عشان يعني يبقى ايه تمام اهو. انا عايزاه خفيف كده، هرفعه بقى من على النار. عندي شويه كريمه انا هضيفهم على البشاميل عشان اديله الطعم الحلو. معلش انا هاخد شويه دول برضو فوق السبانخ كده قصاره، وهنحط الجبنة دي جبنة كريمي ودي جبنة بيضة اي نوع انتوا حابينه، مش هتقول لا يعني. انا بس حبيت اعملها بالحاجات الايه العادية المتوفرة، بس حبيت برضو اقول الوصفة للناس اللي ايه عشان في ناس ساعات بتزعل تقول اشمعنى يعني ما هي بتتعمل بريكوتا بتبقى تحفة. ماشي نعملها بالريكوتا، اللي حابب يعملها بريكوتا ومتاحة ليه يجيبها قوي قوي. طبعا حط رشة بس فلفل وملح ورشة زعتر والريحان وجوز الطيب. خلاص هبدأ أعمل كده أهو. خليني بقى إيه أخد بقية الجبنة الكريمي كده. تمام خلاص يعني اي حاجه موجوده بتدي طعم حلو من المنكهات اللي حواليها تبقى حلو اهي. خلاص نبدا بقى نخلي البايركس كده. بصوا البشاميل حطيت عليه شويه الكريمه، هبدا بقى اجيب البايركس عشان اقفل، فخليني اقفل هنا واقفل النار. خلي الموتزاريلا اللي انا عايزاها اجيب بقى البايركس. هنعمل كالاتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد لوش كده
اول حاجه من البشاميل الخفيف اللي احنا عملناه هنا. بسم الله كده. اول طبقه عشان دي هحط فيها او عليها على طول اللازانيا. تمام، هنبدا نعمل كده. ولو مكسره عادي بتتحط، مفيش مشكله اهي. بصوا هي تتشرب من الصوص الحلو الخفيف ده ليها بالعكس وهتبقى تمام. شايفين؟ هاخد بقى رشه تاني كده اهو في النص برضو شويه موتزاريلا. وبعدين نبدا نحط الحشو اللي احنا عاملينه من السبانخ والجبنه الكريمي. خلاص اوكي كده، في معلقه وافرد، شيل الحاجات اللي ورايا كلها يعني اهو. ماشي، ونبدا نيجي للكوش التاني. هاخد كده، شايفين لما يبقى خفيف هتستوي فيه المكرونه هتطلع رقات زي ما انتوا عايزين بالظبط. وهاخد تاني من هنا وهقول لكم بقى هعمل ايه في النص. هاخد من الصوص اللي احنا عملناه، الصلصه اللي عملناها بالكونكاسيه بصوص البيتزا الحلو ده، هاخد في النص كده برضو شويه اديها طعم وتيست حلو. ماشي، من الحاجات الحلوه برضو. خلاص، وبعدين ناخد تاني. صدقوني مش هتعملوا اللازانيا غير بالطريقه دي، وتسهلوا على نفسكم فكره ان حضراتكم تسلقوها. فكره السلق دي مش هتحتاجوها تاني ان شاء الله. واهم حاجه نوع الموتزاريلا، شويه موتزاريلا كده نوع الاسفل اللازانيا نفسها كده. وهاخد من السبانخ حشوه ونفرد. من الحاجات الحلوه قوي، شيل دي بس عشان هي ممكن تكون النار سخنه شويه. وبعدين هاخد تاني كده، شايفين؟ خلاص كده رشة واحدة بس كمان اللي عليها طميتو. عايزين تعملوها بطماطم بس من غير البشاميل براحتكم، بس انا شايفة ان ده مع ده بيدي تيست حلو قوي. وهاخد تاني كده الرق الاخير كده، ممكن اخد دي بالطول احطها هنا. شيل دي حط تاني هنا. هاخد اخر شوية سبانخ نفرش. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم اخر شويه هيبقى البشاميل مع شويه الصوص مع شويه مع الجبنه الموتزاريلا، هيدوا بقى ايه اخر شيب.
حاضر، خليني احط دي من هنا. اوكي حاضر. وبعدين شوية بقى من صوص اخر حاجة، وعلى الوش شوية موتزاريلا. موتزاريلا لما تنزل مع البشاميل تبقى حلوة كده وملتد، سايحة وحلوة، مش عاملة ايه، رشة خفيفة. عايزين تعملوا بقى واحدة تانية. بصوا، يا العلبة دي ده بقيتها، بقيت العلبة بتاعت اللازانيا الشرايح. العلبة كبيرة ما شاء الله، في أنواع حلوة، أنواع مكرونات احنا بنستخدمها، منزلة كمان اللازانيات دي بشكل حلو قوي أهو كده. خلاص، عشان بس ايه تدي الشكل الحلو اللي حضراتكم بتحبوه كده. تمام، اخر حاجه بقى هنا، الفرن عندي شغال 180، هشيل دول واحفظهم تاني في العلبه في ورق في كيس ثلاجه واشيله عادي جدا، مفيش اي مشكله. خليني بس ايه قوي. حاضر، اخر رشه، رشه جوزة الطيب اهي، رشه جوزة الطيب، مش قادره اقول لكم على الجمال. هنفتح الفرن. تسلموا حبايبي، بسم الله، شغال شواية مروحة وكله تمام؟ تمام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء. يلا. بسم الله. أهو يا ولاد. هنسيبه في الفرن هياخد حوالي 20 دقيقة على حسب حرارة الفرن، هنتابعه. إحنا هنتابع. واحدة لازانيا لطيفة اللي اتبقى عندي حضراتكم كملوه بمكرونة بلازانيا بأي نوع صنف أنتوا عايزينه، ينفع نكمل بقية الباكت ونعمل واحدة تانية ونشيلها في الفريزر ما يجرالهاش أي حاجة.